رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسروا، اللي بنتلقى عليه أسئلتكم ومنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها. واسمحوا لنا نبتدي بأول سؤال معانا. معانا الأستاذ نبيه. أستاذ نبيه أفندم، اتفضل يا أستاذ نبيه. مساء الخير يا سيادة الفضيلة الشيخ. مساء النور والبركات والفتح، الله يخليك ويبارك فيك. سؤالي بسيط، ما مصير الشبكة في حالة الخلع؟ مصير الشبكة في حالة الخلع، صح كده؟ طيب صح يا فندم. طب انتوا اتفقتوا على ايه؟ ما اتفقناش على حاجة، انا بتكلم على الشرع. ما انا بقول لك، ما اللي بسأله لك ده بسأله للشرع. طب انتوا الشبكة دي هي خدت الشبكة كلها؟ هي دلوقتي تزوجت سنة واثنين وطلبت الخلع والشبكة معها، ففي الحالة دي هل تردها كجنة ولا لا؟ حاضر، أكلم الشبكة طالما انه دخل عليها. أكلم حضرتك يا فندم. بصوا يا جماعة، الخلع عندنا هو أن تفتك المرأة نفسها بمال، يعني تشتري طلاقها بمال، يعني تدفع مقابل ان هي تطلق، ولذلك بيسموها كده تفتك نفسها. فايه اللي حاصل؟ فتفتك نفسها، الامر اللي صار عليه القانون مثل ان هي ترد ايه؟ ترد الصداقه. وبما ان احنا جعلنا ان الشبكه جزء من المهر والصداق، فهي تردها اذا كان ده جزء من المهر والصداق. اذا كانوا هم اتفقوا على ان الشبكه جزء من الصداق وجزء من المهر، فهي ترد له الشبكة إذا كانوا هم اتفقوا، لأنه ممكن تخلعه على أي شيء تاني، تخلعه على إن هو ترد له بس مؤخر الصداق. فالشبكة إذا هم اتفقوا على إنه يختلعوا وترد له الشبكة كمان، ماشي. إذا كانت الشبكة هي المهر بس، فهي ترد له الشبكة باعتبار إن الشبكة هي الصداق اللي هي هتدفعه عشان تخرج بيه من الخلع. خلي بالكم احنا بنتكلم عن الخلع، مش بنتكلم عن على الطلاق على الإبراء. الخلع ده لازم هي بتدفع شيء عشان تصل إلى الطلاق، منها إن هي تتنازل عن صداقها اللي هو مؤخر الصداق، أو إن هي تتنازل عن الشبكة أو ترد الشبكة إذا كانوا اتفقوا هو ما دفعش الصداق وما عملش مؤخر الصداق، بس الشبكة كانت هي الصداق فترد له الشبكة باعتبارها ترد الصداق ده. بهذه الدقة لازم يكون الأمر بهذه الدقة. معانا ام يوسف، اتفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. ام يوسف اتفضلي. عامل الله يبارك لك. ممكن يا ام يوسف بعد اذن حضرتك يا ام يوسف بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ ماشي. اتفضلي يا ام يوسف. ماشي حضرتك يا شيخ. اتفضلي. كل سنه وانت طيب والأمة المسلمة بخير. كل سنه وحضرتك طيبه وكل من تحبين وكل الأمة المسلمة. الله يربنا يجعلها مثل حسناتك يا رب. يا رب ان شاء الله. اتفضلي. انا عندي بس معلش يا شيخ كم سؤال الله يبارك لك. اتفضلي. اول سؤال، انا حلمت بسيدنا محمد مرتين. طيب، عليه الصلاه والسلام. بس انا اول ما حلمت حكيت بالله اللي حصل كله، يعني كده بيقولوا لي كده ما ينفعش ان انت كنت حكيتي وكده يعني. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا معايا عيالي، واحد في اولى ابتدائي وواحد في ثالثه. ماشي. بس انا بيصلوا معايا في البيت، مش برضه اوديهم الجامع عشان بيعملوا لي مشاكل. طيب انا محرم عليهم صلاه الجماعه؟ لا، السؤال الثالث. السؤال الثالث، ان انا بقرا سوره البقره كل يوم. وبعدين وآل عمران، يوم كده ويوم كده ينفع صلى يعني اقراهم مره واحده هما الاثنين؟ طيب اجاوب على حضرتك. في سؤال رابع؟ الله يبارك لك يا شيخ. وصلنا وانت حضرتك. طيب شكرا يا ستي. اول حاجه، حلمك كونك حلمت بحضره النبي صلى الله عليه وسلم، فالحلم بحضره النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيه حضره النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتيه على الوصف المعروف فخلاص دي بشرى ان شاء الله. فدي بشرى ان شاء الله. كونك بقى حكيتي، حسب انت حكيتي ليه، النيه بتاعتك بتاعت الحكايه ايه، حكيتي وانت فرحانه ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم تحدثي بفضل الله عليكي، لا ده ما فيهاش حاجه. لكن كونك تحكي وانت بتتباهي، هو ده اللي بعض الناس بيحذروا ان انت ما تحكيش بيه عشان ما يبقاش فيه نوع من انواع التباعي ونوع من انواع الكلام عن اشياء ممكن يكون فيها مبالغات ولا اي شيء من هذا القبيل. فاذا اذا انت حلمتي وحكيتي ما عليكيش اسم.
السؤال الثاني، هل عليكي اسم ان انت منعتي اولادك اللي في اولى ابتدائي واللي في ثالثه ابتدائي ان هم يصلوا في المسجد؟ لا، لان صلاه اصلا المسجد حتى للكبار هي سنه مؤكده، فيبقى انت ما عليكيش اسم ان انت بتمنعي. انت كده مش منعتي، يعني انت خليتي اولادك يصلوا في البيت، ما خليتهمش يصلوا في المسجد. انت بتقولي هل عليا اسم ان انا ما ربيتش اولادي على انهم يصلوا في المسجد؟ ابدا، بس اهم حاجه ان هم يصلوا، ولازم، ويمكن ده هيخليهم فاهمين ان صلاه الجماعه الراجح فيها ان هي سنه مؤكده. الامر الثاني، انا بنصح حضرتك ان انت تعلميهم بعض اداب المسجد وان هم ينزلوا برضو يصلوا في المسجد مع والده. السؤال الاخير، انت بتقولي هل ينفع ان انا اصلي البقره وآل عمران مره، اقرا البقره وآل عمران في يوم واحد؟ يا ريت لو عملت كده يبقى حاجه مهمه وحاجه جيده جدا جدا، لان دول السورتين دول بالذات ياتيان ينافحان عن الانسان وهو يتعرض لنفحات النار. يبقى اذا انت لو فعلت دوت من اعظم القربات ان شاء الله، ربنا يعينك ويكتب لك الخير والسداد والرشاد. معانا السيده ام امل، تتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أمل اتفضلي. حضرتك أنا كنت عاوزة يعني أسأل على بالنسبة للموضوع اللي بتتكلم عليه النهاردة اللي هو التنافر في الزواج. طيب. حضرتك أنا متجوزة يعني بقالي كده 3 سنين بالضبط. الاول الدنيا كانت تمام كويسه، هو شخص سنكم كام؟ سنكم كام؟ 28. وهو 28 برضه في نفس السن. في حد فيكم فارق عن التاني؟ انا اكبر 3 شهور. طيب، وهو كذلك. ها، هو شخص بصراحه يعني بيتقي الله وبيخاف ربنا، ولكن كلامه كله انتقادات. بالظبط كده. ليه بقى؟ عارفه ليه بقى؟ ممكن اكون انا غلطانه في حاجه، بس ما تحب اقولها لك؟ اتفضل. الانتقاد بتاعه هو انتقاد لان هو حاسس ان انت بتقومي معاه بدور الام. انت عندك صوره مثلى للزوج، انت شخص مش صغير، شخص ذكي وشخص شخصيته مستقله، فايه اللي حاصل؟ فانت دلوقتي دايما بتعملي ايه؟ دايما بتوجهيه، ودايما بتقولي انا عايز اساعده يبقى احسن، فبتقولي ان هو كويس فبتقولي له كده، فهو فانت وبتنتقديه، هو بيقابل الانتقاد بتاعك بانتقاد، وحتى انت بتحس ان هو بيتلكك لك، لان هو حاسس، عارف حاسس بايه؟ اقول لك وتاخديها وتفكري فيها. هو حاسس ان هو مش بطلك. التعبير العام اللي احنا بنقوله عن ده ان هو حاسس ان هو مش مالي عينك. فانت لو حسستيه ان هو له قيمه في حياتك، وحسستيه ان هو ربنا نعمه من نعم ربنا عليكي، زي ما هو عايز، لازم يحسسك ان انت نعمه من نعم ربنا عليه، دوت هيحس، هيوصله لده. هو حاسس ان انت بتعامليه كانه ولد ابن، فدايما بيتعامل معاكي بتمرد، تمرد اللي بيتمرد على امه. فهماني؟ طيب استاذة أمل، طب نعمل ايه؟ تخفي انت من الانتقاد، هو هيخف من الانتقاد. طب وايه اللي حسن؟ وايه كمان؟ تحاولي تكلميه، تعملي بقوله تعالى ادفع بالتي هي احسن، وتحاولي تعملي بقوله تعالى وقولوا للناس حسنى، وتحاولي تعملي بقوله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. تكلميه كلام طيب. انت هتقولي والله انا ما بعملش حاجة، ده انا بقول له انت كويس قوي، بس ايه اللي انت عملته ده؟ اللي انت عملته ده مش صح. هو انا غلطانه ان انا بقول له ان ده مش صح؟ ده انا بحبه، ده انا بقول له كده كمان عشان ان انا اساعده ان هو يبقى احسن. لا، ممكن ما تعمليش ده وتنصحيه بطريقه اخرى خالص. ايه رايك لو اني عملنا الكلام ده؟ ايه رايك لو اني الكلام دوت هل ده مناسب ليك؟ كل الكلام بهذه الطريقه هيساعده على انه يتقبل النصيحه بشكل صحيح. استاذه اسماء تتفضل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ يوسف؟ نعمه وفاضل الحمد لله. اي نعم عند الله. بص حضرتك، انا عندي كذا سؤال باختصار. انا والدتي عندها 62 سنه. هي حاليا تزوجت بعد والدي وانفصلت، وتزوجت شخص تاني اخر. عايش معاها اللي هو حضرتك كل يومين ثلاثه يرمي لها 50 جنيه، واسلوبه وحش، بس اللي هو ايه،
كل ما يكلمها يقول لها مفيش مفيش مفيش، تمام؟ ادي سؤال. ثاني حاجه انا كنت طبعا انا مش ما عرفتش السؤال دلوقتي، يعني انت عايزه تقولي لي هل اللي بيعمله ده صح ولا غلط؟ ولا انت عايزه تساليني هي اللي هو ولا اسمعيني بقى، اسمعيني يا استاذه اسماء، ولا انت عايزه تساليني اصلا ان ماما وهي في السن ده ينفع تتجوز مره واتنين ولا لا؟ انت عايزه تساليني انهي سؤال؟ هي حضرتك هو في سبب ان هي تزوجت لاسباب كتيره اخرى، ان هي بعد والدي ما فيش حد، ان هو طبعا ما ينفعش ان هي تعيش معاه. اخويا من بعد والدي توفى ما كانش بيصرف علينا ولا كان مسؤول عننا، كل واحده مننا تزوجت وشافت بيتها، وانا كنت صغيره كنت بشتغل انا وامي بجهز نفسي. طيب ده السؤال الاولاني، هل ينفع اللي هو بيعمله ده ولا لا؟ السؤال الثاني، تمام. السؤال الثاني ان انا تزوجت وحصل انفصال، ومن زوجي الاولاني جبت ولد، وحاليا دلوقتي متزوجه ومعايا من الشخص ده ولد وبنت تاني. حضرتك كل اخر شهر بيجي مثلا احنا لينا مصاريف في البيت، يجي يقول لي اصل انا ما فيش، اصل انا عليا وانا عليا وانا عليا. طيب انا كنت الاول بشتغل قبل ما يتجوزني، كنت بشتغل وكنت عايشه في بيتي وانا وامي ومشاركين الدنيا وكده. هو كل ما يلاقي دلوقتي حد بيدي لابني فلوس والفلوس دي معايا، يفضل يقول لي ما فيش، هاتي من معاكي، هاتي من كذا، هاتي من كذا. هل فلوس ابني اللي انا بصرفها في البيت دي واحنا كلنا بناكل من الاكل اللي احنا بنجيبه، هل دي كده غلط؟ هل هو ربنا هيحاسبني على الفلوس دي؟ طيب ده السؤال الثاني. السؤال في سؤال ثالث ولا كده خلاص؟ السؤال الثالث ان حضرتك عايزك تدعي لي وتدعي له ان هو ربنا يهديه ويصلح لنا حالنا. انا والله ربنا ربنا يشرح صدرك ويريح بالك ويجمع بينكم على الخير. انا بصلي وبقطع يا شيخ، بس هو زوجي والله العظيم بعامله بما يرضي الله، يعني حتى المعامله العشريه معامله ربنا، براي ربنا فيه وبراي ربنا في البيت، حتى ينفض مني ويكلمني كلام مش حلو، وكل يومين والتاني الاقوه يسبب الزين ويزعق لي. استغفر الله العظيم. انا عملت لك ايه لكل ده؟ يعني انا اخدته من غير اي حاجه وقبلت على كده. طيب هجاوب على حضرتك يا استاذه اسماء. اول حاجه ان والده اولا ربنا سبحانه وتعالى يؤلف ما بينكم وييسر حالكم ويوسع رزقكم ويجعلكم ان شاء الله في الفه، ويرقق قلبه عليكي ويسعد بيته واولاده. هو دلوقتي عنده اتنين، البيت فيه اولاد، فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه ويزيدوا حكمة ويزيدكم ألفة ويزيدكم محبة ويجعلكم أقرب ويجعلكم أكثر إقبالا على الله سبحانه وتعالى، ويجعل هذه الأيام أيام مباركات تكون فاتحة خير وتفتح عليكم كل أبواب السعادة يا رب العالمين. بالنسبة لوالدة حضرتك، لا ما ينفعش أنه يعمل معاها كده. جواز يعني جواز، جواز يعني يديها اللي يكفيها، ويبقى مصيبة أن هو يكون متجوزها حتى لو هي عندها 62 سنة متجوزها وهي تحتاج إلى مال وهو معه هذا المال ولا يكفيها، هذا مش صحيح. فلا يجوز شرعا ان زوج ام حضرتك ان هو يعمل كده، لا، عليه ان هو يعطيها ما يكفيها. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يبقى اساس ان ينفق عليها ما يكفيها خلاص. والله سبحانه وتعالى يقول ينفق ذو سعه من سعته، اذا كان هو عنده سعه لا ما ينفعش، يبقى حرام عليه ان هو يضيق عليها. اي راجل لو هو سمعني، اي راجل سمعني، اي حد عنده سعه وبيضايق على اولاده هذا واقع في الاثم، لان ربنا امره ان هو ينفق من سعته مش يضايق على اولاده. الحاجه الثالثه هو السؤال اللي سالتيه عن زوجك، ان هو انت لو انفقت من الاموال اللي بتيجي لاولادك، انت قصدك لو حد ادى لاولادك، والدتك ادت لابنك، اي حد ادى لابنك، ان انت لو انفقت من ده يبقى حرام. بالعكس، ده انت كده ربنا يبارك لك وربنا يجعل ده في ميزان حسناتك، ان انت بتحافظي على البيت وقوام البيت. لكن انت بتقولي بقى هل دوت يعني يرضي ربنا ان هو يضغط عليا ويخليني الفلوس دي، الفلوس اللي هي جايه بقى، الفلوس اللي جايه للابن دي بتاعت الابن، كون الفلوس دي حد اداها لك انت بس عشان ما يكسفكيش اداها لابنك، يبقى خلاص الفلوس بتاعتك دي انت لو انفقتيها هيجب عليك ان انت تنفقيها في البيت، ولا الفلوس دي بقت فلوسك؟ لا، الفلوس دي بقت فلوسك. فلو انفقتيها بالبيت انت صاحبه فضل، بنت اصول، لازم تقدري ولازم يمتني اليكي ولازم يقولك جزاك الله خيرا ان انت بتساعديني. ومساعده الست للراجل في جوزها لا هي عيب، لكن هي في نفس الوقت هي مش واجب عليها. طب هي لما تعمل كده ايه اللي حاصل؟ يبقى هو يقدرها ويحترمها. احنا في ظرف اجتماعي وفي ظرف اقتصادي الان، يحتاج كل واحد يتضافر مع التاني، بس لازم نمتن لبعض، لازم نحترم بعض،
لازم لما هي تنفق من مالها يجي حد يقول لها شكرا على انك انت عملتي ده، لان ده فضل منك، ما يحسسهاش ان ده حق مكتسب وان ده واجب عليها وهي هي مش متفضله. لا، هي متفضله، انت مفروض تنفق على البيت. طب واذا ما انفقتش على البيت وانت قادر تنفق عليه يبقى انت آثم، لان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول. طب هي اذا ساعدتك يبقى هي متفضله. طب واذا عملت كده نعمل ايه؟ نمتن. المسائل كلها واضحه عشان بس المسائل تكون ايه، ما فيهاش اي لخبطه. معانا ام مريم، تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضل حضرتك انا عايزه اتصل واسال على ان زوجي ما بيصليش وهو سنه كبير، يعني دخل على 60 كده. طيب حضرتك ما بيصليش، وكذا مره اكلمه على موضوع الصلاه واقول له صلي صلي. على عنده مرض يمنعه من الصلاه؟ ما عندوش اي حاجه ما شاء الله، يعني هو كويس جدا زي الفل، بس ما تعرفش حضرتك ما فيش غير ركعتين الصبح هم اللي يصليهم بس. يعني هو بيصبح بس، بيصبح بس وخلاص على كده، ما فيش بقى ما كملش. ولادي اما مثلا ايه، ولادي بقول لهم صلوا كده عشان مش عايزهم يطلعوا زيي. هتلاقي حضرتك ايه البنت الصغيره تقول ماما ما بابا ما بيصليش، تقول لي صلي ما بيصليش، طب اعمل ايه؟ لا كلمته كتير، وبعدين حضرتك كل ما يتعصب يعني اعوذ بالله يكذب الدين. انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والحمد لله رب العالمين. هقول لك تعملي ايه يا فندم؟ اقول لك تمام. هل 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 في حد قريب منه ممكن يكلمه؟ كلمته والله مع والدي. لا 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 لا, لا, لا. سيبك انت، سيبنا منك حضرتك. هو شايف دلوقتي ان انت مش على اخر الزمان، هتبينيه ان هو مش حكيم ومش عاقل ومش متزن ومش بتاع ربنا قدام الاولاد، فهو سيبك انت منه، لان في رجاله بيتكلس وفي ستات بتتكلس على موقف قديم خدوه من بعض، ان انت ما حنتش عليا وانت ما حبيتنيش وانت اصلا ما قدرتنيش، ويفضلوا متكلسين ويفضلوا على هذا الحال. نبعد دلوقتي عنكم منه، احنا بنبص دلوقتي انت عايزاني احل مساله الصلاه بتاعته، انا ما بحلش دلوقتي المشكله الزوجيه اللي بينكم دلوقتي. في حد بيحبه؟ في حد بيقدره وبيحترمه؟ كتير من اهله. خلاص يبقى احنا هنروح لحد بيقدره وبيحترمه ويكلمه على انه سنه ما بقاش يستحمل ان هو يفرط في ده، وقد يكون هو وصل الى انه خلاص انا جاي دلوقتي ان انا اصلي دلوقتي، طب واللي فاتني من الصلوات؟ نقول له حاجه بسيطه خالص، انت صلي الصلوات اللي عليك وصلي مع كل صلاه صلاه وبس، ما تعملش حاجه تانية غير كده. طيب يقول لي طب واذا حصل بقى ان الصلوات اللي فاتتني دي كانت كتيره وما لحقتش اصليها وربنا اذن بالرحيل؟ ولا حاجه، ربنا يتحمل عنه ان شاء الله ده ويتوب عما فاته من الصلوات ان شاء الله. يبقى حاجتين، نجيب حد يكلمه ونقول له الفتوى اللي احنا قلناها ديت عشان الامر يبقى سهل عليه ويقدر يصلي. ام يوسف تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تتفضلي يا ام يوسف. ازي حضرتك عامل الشيخ؟ فضل ونعمه الحمد لله دايما يا رب. معلش انا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه النهارده برضو. انا جوزي نفس النظام، انسان يعني انا كنت في الاول عايشه في بيت عيله، فطبعا بيت العيله دوت حضرتك عارف يعني المشاكل دي ما فيه. فانا وانا في بيت العيله انا جوزي منتمي جدا لاهلي. في الاول انا كنت ايه بصراحه إيه، لا ما ينفعش ان انت تكلمني غلط، لا ما ينفعش ان انت تكلمني وحش قدامهم، لا لا كنت يعني ندي ليه. بعد كده حضرتك بقيت ايه يعني فهمت ان انا لا ما ينفعش ان انا افضل كده، لا لازم ان انا ايه اديله برستيج قدام اهله يعني المعامله اتحولت ايه لسيد كده بالظبط يعني. فطبعا ايه حضرتك يعني زي ما بيقولوا كده خلاص هو شاف نفسه واتمرع يعني. ايوه بقى حضرتك نفس يعني فعلا هو ده اللي حصل بقى، يعني يجي قدامهم يعني مش عايزه اقول لك حتى الاطفال الصغيرين بقى ليهم كلمه عني، يعني انت ما تقولش ان انت تتكلمي في حاجه ما تتدخليش في حاجه، لدرجه ان انا ما اعرفش عنه هو بيقبض كام، ما اعرفش مع يعني مثلا ممكن يحوش مع سلفتي مع مامته تعرف عنه كل حاجه. طيب سؤالك فين يا ام يوسف؟ السؤال حضرتك دلوقتي ان انا يعني وصلت بينا يعني ايه يعني اللي هو خلاص بقى اللي هو يعني زاد فيها خالص، وانا بصراحه ما بقتش قادره. فاحنا خرجنا بره البيت تمام؟ فبعد ما خرجنا بره بيت العيله وبعدين يعني انا دلوقتي بقى هو قال لي لا انا هتجوز تاني مش هتجوز تاني. تمام. طب قالك هتجوز تاني؟ فانا دلوقتي يعني انا بسال ان هو كل ما يجي يطلبني انا بصراحه مش قادره ان انا يعني ان انا
يعني ان انا مثلا اديله اللي هو عايزه. انت طيب خليني بس اسالك سؤال. هو دلوقتي انت مش عايزه تعملي يعني مش عايزه يكون في علاقه خاصه بينك وبينه، طيب ليه؟ لان هو بيأذيكي بحاجه؟ ايوه حضرتك، يعني انا بقول لك يعني هو بصراحه اذاني كتير قوي. ليه بقى؟ حضرتك بقول لك ان انا يعني محامي من قدام اهلي خالص. طيب ان انا طيب وهو كذلك. حاجة تانية، حضرتك بتقولي مش قادرة يعني ايه؟ يعني انت لو يعني انت نفسيا مش قادرة؟ نفسيا مش قادرة اعمل ده. هو مش يعني باصص لكل حقوقه، مفيش واجب من واجباته باصص فيها. طيب انا اقول لحضرتك تعملي ايه؟ ماشي، معلش سؤال كمان بس. اتفضلي بسرعة. الطفلين والطفلين دول مش بيصلوا، وانا بحاول بكل الامكان ان انا اخليهم يصلوا، بس هم بعاد خالص. يعني بابا مش بيصلي. عندهم سنة كام؟ يعني 5 سنين وثمان سنين. دول هيتدربوا لسه ما يبلغوش. انتوا ايه، حاولي تدربيهم وان شاء الله ربنا يسهل، وان شاء الله اول ما يبلغوا ان شاء الله هيصلوا. بس عوديهم ما تعتبرهمش ان هم ناس خلاص انت فشلت في تربيتهم، لا ابدا. دول في محل التعويد دلوقتي. عوديهم وان شاء الله ربنا هيكرمهم وان شاء الله ويصلوا. بالنسبه لسؤال زوجة حضرتك، انت ما لحكيش حق ان انت تمتنع عنه، لكن انت بتقولي انا مش قادره نفسيا، تعملي ايه بقى؟ تيجي واحده واحده بس. انت دلوقتي زوجك في علاقه مضطربه بينك وبينه. سبب العلاقه المضطربه بينك وبينه ان هو انتوا سبتوا بيت العيله. ممكن يكون بي 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 بيحاول دلوقتي ان هو يبين لك ان بيت العيله كان احسن بطريقه مخطئه. انت حاولي تحسني اليه. احنا عندنا في الشرع ليس من اساء الينا علينا ان احنا نسيء اليه، ولكن من اساء الينا علينا ان نحسن اليه. هتقولي مش قادره، مش هقول لك تعالي على نفسك، لكن انت محتاجه ان انت تعيشي كزوجه. انت بدل ما انت مقرره ان انت تكملي معاه، يبقى انت لازم تعيشي كزوجه. لما تعيشي كزوجه دوت بيعيد عليكي بفوائد كتيره جدا. من جزء اللي بيعيد عليكي فوائد ان انت تحسي ان انت انسانه متزنه وما ظلمتيش. الحاجه التانيه اللي انت تحسي ببساطه خالص ان انت ما زلت امراه. فلذلك انا شايف ان انت ما تمتنعيش، وامتناعك دوت مش هقول لك مالكيش حق، لكن امتناعك دوت هيأثر سلبيا على نفسك. انت تعملي ايه بقى؟ تبتدي تقعدي معاه وتتحاوري معاه وتتكلمي معاه، وتبتدي تغيري شويتين ثلاثه في علاقتكم مع بعض. ده لما يحصل، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. التغيير يحصل في النفس، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونخرج من الحاله اللي احنا فيها دي. يا ساده، احنا اتكلمنا النهارده عن واضح ان الكلام النهارده كمان عن الازواج المستقلين، كمان بيتكلم في صلب الحياه اللي احنا فيها دي. فاحنا عايزين نشوف الحلقه ونهتم بالاجراءات اللي احنا قلناها دي، لان في كتير من الناس هم ازواج مستقلين، ازواج كبار، ازواج نجوم، وهم مش عارفين كده. محتاجين ان هم يراجعوا، يبطلوا انتقاد، ويتحاولوا يخرجوا احسن ما في ازواجهم واحسن ما في زوجاتكم، لان دوت هو اللي هيخليكم تروا الاحسان من الله ومدد الله في بيوتكم، وهو بينزل بالمودة والرحمة والسكينة. يا رب إلهمنا رشدنا واجعلنا قادرين بمددك يا رب العالمين أن نخرج أحسن ما في أزواجنا ببركتك وبرحمتك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أكرمنا بمددك، ويسر لنا بيوتنا، واجعلنا في مددك دائما يا رب العالمين.